خسر يعني بالوقت الأصلي، ولكن بالشوط الإضافي وبركلات الترجيح فاز هذا الفريق. فبالتالي إذا قسنا فهو الفريق الوحيد الذي لم يتجرع بعد طعم الخسارة، لكن بإذن الله تعالى ربما يتعرف على الطعم الكويتي في هذا اللقاء. هنا المحاولة، هنا اللقطة، أوه الخطورة، آه برافو، جول 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 اللي قلنا، شور مدوك اللاعب الخطير، شور مدوك اللاعب الخطير، وتوالي الضغط على خالد الفضلي لابد يأتي بهدف. عمل وصد كثير من اللقطات، واللاعب شور مدوك الذي كان يحاول وينقب عن هدف نال مراده، أسعد جمهوره وحقق ما يتمنى بعد مضي 62 دقيقة. نساف من أجل إنجاز تاريخي، نساف من أجل أن يحقق ويسجل اسم